قاتفية بني في شريط بلعب قاتفية ما عندي ما نقول قدر الله اللي كتب عليها قدر الله والله ما لك الحمد. داك الشيء كل شيء مكتوب بإذن الله. بنتي قريتها وضربت عليها تمارة وقريتها ولكن ما جابت الله. الدرية مشاليها ولا خدمة لا ولا شغان نقول لك لا لا. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. قال كان غنخدم وغنعوضكم واللي خاصة اللي خاصاكم غنديرها لكم. يوم اللي جات هذه الحادثة ما عندنا ما نديرو. قدر الله. كانت ناوية وقالت لأمها غنديك الحج. إيوا فينا هو دابا. قدر الله بنيتي. عندنا ما نديرو. الله يشافيها. الله يشافيها. والله اللي وقفوا معاها في الطبيب وقفوا معاها قال الله يرضي عليهم. لقيت خبر كنت في الدار عيطت لي قالت لك راه هي عيطت في نفسها قالت لك راه التران دار كسيده ودرا العسري طار. هي اللي عيطت لي انا. وي ديك الساعه هزوها للمستشفى مولاي عبد الله. مولاي عبد الله داوها للسويسي والسويسي داوها للمستشفى العسكري. ما انا في حاله. حيت بنتي طار لي دراعها اش غبقى فيها اش بقى فيها ما تبقى عندها دراع شنو غدير بيه؟ غتخدم بيه؟ تصبن بيه؟ طيب بيه؟ غتمشي تخدم والو ما كاين والو وانا بنتي كنت غتقلب على الخدمه مشات تدفع السي في ديالها في الرباط وجاي الحاله ديال بنتي ضاعت ليها الدراع ديالها بنتي اخت قاريه وعندها الاجازه وعندها الدراع كتقدر تدفع السي فيات على الخدمه ايوا انا قريت وضربت عليها تامر هي صدقت ما عندها دراع ضاع عليها ما بقى عندها باش تخدم ولا حتى شي حاجه دابا كنطلبوا مع بنتي ما تضيعش حقها من السكه الحديديه ما يضيعوهاش الحاله الصحيه فهي نقدروا نقولوا شبه مستقره لانها العام ليله امس دارت واحد عمليه جراحيه ثانيه اللي يعني جمع ذاك الجرح لملمته لانه كان يعني وقع واحد شبه تعفن حسب المعلومات الشحيحه اللي توصلنا بها يعني هذه العمليه الثانيه بعد العمليه الاولى اللي كانت يوم الفاجعه الفازعه اللي فسعت جميع المغاربه يوم الثلاثاء الماضي كنقول يعني مستقره نسبيا لانه ما كنعرفوش يعني غدا ولا بعده شنو يوقع وبالمناسبه يعني الطاقم الطبي في المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس فهم يقومون بالواجب وزياده والشكر موصول لهم وصراحه لاول مره ارى الممارسه الطبيه لم اراها في المغرب الا في المستشفى العسكري سواء الدعم النفسي ولا يعني الطبي لضحايا حادث قطار بوقنادل. عرفت الخبر ان هاجر احد ضحايا هذا القطار من عند الصديق السي ادريس الهيات صديق مقرب كذلك للعائله فكانت اكيد صدمه قويه قويه بزاف ولكن نقول ان الحمد لله على كل حال هذا قضاء وقدر الله تعالى يعني غنطالبوا سواء كعائلات الضحايا او اصدقاء الضحايا طالبوا يعني بجبر الضرر وان كان يعني هذا الضرر ما غادي يجبروا حتى شي تعويض لان الضرر كيف عاينته ضرر اللي غادي يعيش مع الانسان حتى الممات هاجر تبتر لها الدراع ديالها ويعني احد اطراف الانسان يعني هما الحركه وبالحركه كيتمعش الانسان ولهذا غادي نضم صوتي لصوت الوالدين ديالها انه نطالب يعني الدوله بشكل عام والوزاره الوصيه على النقل بشكل عام والمكتب المكتب الوطني السكك الحديديه لونيسيف اللي كيصار على تدبير وتسيير النقل السككي انه يتحمل المسؤوليه والمسؤوليه المدنيه أركز على المسؤولية المدنية التي يعني تتجسد في جبر الضرر للضحايا بشكل عام والأخت هاجر.